مساء الخير. بزمن سقافة الإعلام المختصر وملل المشاهد من متابعة البرامج الحوارية الطويلة، قدر ضيفنا يكسر القاعدة ويخلي المشاهد يتابعه من الأول للآخر، مينيموم 3-4 ساعات وأحيانا أكثر من هيك. ومش مهم إذا المخرج والمعدين طلعت صرختهم بالرجي، هن وعم بيقولوا له بليز خلص، اتخطينا الوقت المحدد للبرنامج. هو بكل ثقة بيتابع الحديث وبيتابع لأنه بيعرف إنه المشاهدين أكيد 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 مبسوطين بالحلقة وأبدا ما عم يحسبوا الوقت. الكل بحبوه، بيتفائلوا فيه وبيستمتعوا بإطلالته الحيوية جدا على الشاشة، كمان بسقافته وخاصة بإتقانه الشديد للغة العربية اللي بيعتز فيها وبيعشقها. ضيف الليلة نشان، ونشان مثل ما هو محبوب كمان بحب كل الناس خاصة الصغار. وأمتع الأوقات اللي بقضيها بحياته وقت ما بيقعد مع بنات أخته لارا وريتا أو مع أولاد صغار تانيين بيضافوا لارا وريتا زكا وهضامي مثل بيبو. أهلا بيبو، بونسوار. بونسوار عمو فادي، كيفك؟ مريح. بتحب تاكل ساندويش؟ جبنة حلوم، أشاوين، بلغاري، لبني. بيبو خلينا ناخذ بريك صغير ونرجع. قد ايه صار عمرك بيبو؟ عمري 8 سنين وثلاث اشهر، بس بعد بكبر. شو بدك تعمل بس تكبر؟ صراحة في كثير أفكار، بس واحدة منهم مقدم برامج إعلامي كبير مثل عمو نشان. بس هو هذا موضوع الحلقة أصلاً. وأنت بتعرف تعمل مثل نشان؟ ما بعيدة كثير مني يا عمو فادي. صور حالي عندي بالقطة، برجع بحضر بصلح، برجع مصور، برجع مصلح، بالشغل كثير على حالي صراحة. شو رأيك إذا بنشوف هلا مقطع لإلك عم بتقلده لنشان؟ مش معقول، ما حدا عنده فيلم هيك، هون أنا بصور الفلومي بس بكاميرتي. بيبو كيف رفيقك توتو؟ منيح، بحبه هسه. من وين بتعرفوا لتوتو؟ مشريتي رح نشوفه توتو مرق لي. يا ويلي، مش هناك اجا توتو استعاره من عندي؟ شمحتين هيدا يا ويلي. تاني مرة لك ايه؟ يعني ما عندك مشكلة؟ لا ما في مشكلة، بس كنت فاضي لانه تطلبوا مني عمو فادي، بس خلص ما بيأسر، ما احنا هلا سوا. ثانكس بيبو، لكن خلينا نشوف التايب سوا. حالفك الحظ وتعرفت عليه في يوم من ايام حياتك فتأكد انك نعم. العشاء جاهز. طيب جاي. شو فيك؟ اذا حالفك الحظ وتعرفت عليه في يوم من ايام حياتك تأكد أنك ستقول لنفسك كم هو فذ ذكاء هذا الطفل وكم هي شخصيته قوية، وإذا تحدثت إليه وأخبرك أنه يطمح في تقديم البرامج التلفزيونية عندما أخبرنا في الكاميرا بدي كسرها، الكاميرا بدي كسرها. إذا حالفك الحظ وتعرفت عليه في يوم من أيام حياتك تأكد أنك ستقول لنفسك كم هو فذ ذكاء هذا الطفل، وإذا وكم هي شخصيته قوية، وإذا تحدثت إليه وأخبرك أنه يرغب في امتهان مهنة تقديم البرامج عندما يكبر فستشجعه من كل قلبك لإيمانك على قدرته للنجاح بل التفوق في هذا المجال.
شركة الإشعاع في عينيه، والطموح ظاهر في شمس قلبي الصغير، متحدث واللب سريع البديهة، أما طيبه وأخلاقه فيا ويلاه. برافو بيبو. بس قبل ما اتعرف على مونيشان، لانه بس تعرفنا على مونيشان ما فيك تتخيل قد ايه تعلمت منه. موسوعة الزلمه. هو عارف انك بتقلده؟ هو بتعرف شو عمو فايدي؟ خلينا نشوف اللقاء لان طويل صراحة وبنشوف التفاصيل. اوكي خلينا نشوف اللقاء بنرجع نحكي. موجود. انا اسمي بيبو وانا كثير بحضرك وبحبك، بحب اكبر كثير مثلك، اعلامي كبير بصراحة لوحدي ما بعرف. بعدين عرفت من ابن خالتي لانه تلميذ عندك انه انت بتعطي دروس بالتقديم والارقى وهيك، فبليز حضرت اكزرسيس عملت مقدمة ومع كانه انا بدي اسالك قد ايه عمرك انت بيبو؟ 8 سنين و3 شهور. بدك تعود شو تشتغل بالاعلام؟ بجرب بس اتعلم اذا بحب ولا لا، بس بدي فرصه اذا بتعطيني 10 دقائق. انا عندي شغل بالمكتب. حمولي جاني بشرفك، بس 10 دقائق من وقتك بشرفك. الشخص بتجمع بيجي بنطق هون على الباب كل مره بتكون بوابه مسكره بليز. طب ربع ساعه؟ ما اوكي تفضل معك تفضل على المكتب. هل بيسكليتك؟ ايه بس مش موديل استني بس بتمش توصلني. خليها هون. بتضايق؟ لا ابدا. اوكي حلوة كثير، يلا تفضل على المكتب لانه ما عندنا وقت. انا من اول طلع مونيشان بيذبحني لحاله، طلع بيجي على معاه حرمت عليه. يا الله طلبت شيء ثلاث اشباع بس اليوم قلت بدي اطلع على الدرج. يا اهلا وسهلا بيبو، على ربع ساعة ايه؟ ايه اوكي يلا. تفضل. يا اهلا وسهلا بيبو، تفضل. المكتب مكتبك. يا اهلا وسهلا ببيبو. ميرسي. تفضل تفضل اقعد. ايه اوكي. حتى صبيشي. صحتين. تريد؟ شو هودي؟ سادوشيت. كلهم لإلك بيبو. ميه؟ بس بكر النار. شو فيهم؟ شو الخلابيك؟ جيب لي حلو مقشقوين. صحتين. رغاري لبني. صحتين بيبو. بعدين صفيتهم هون؟ ايه صفهم. مونيشان تفضل. مثل ما قلت لك انه انا كثير بحب اقدم برنامج بس اكبر برامج. واليوم مشان عملت اكزرسيس تما ضيع لك وقتك نربح وقت. بس ماني عارف صراحة انك رح تستقبلني عن جد ميرسي كثير. بس عملت مقدمة كأنه انا بستضيفك. وبعدين في اسئلة. صلحني. كثير منيح، بس بدنا نحط الساندويتش على جنب بيبو لانه بالاستوديو نحن ممنوع يكون في اكل وشرب ودخان، هودي كله ممنوع باطار التصوير. اوكي. شو محضرنا هسه؟ مقدمة. مقدمة. مقدمة ممكن انت الضيف هلا. بلش. 3 2 1، تفضل بيبو. هو اعلامي من التراث الرفيع. متحدث مفوه يعشق المرء والمسموع. والمكتوب حتى الرمق الاخير. حتى؟ الرمق. ان شاهدته على الشاشه ياسرك. يعني انت بس شاهدك تاسرنا، ما بقى نشيل عيوننا عنك. كيف يطل؟ هذا سره. متى يطل؟ هذه لعبته. ماذا يقول؟ هذا شغفه. يا ويلاه! فز هو! اهلا وسهلا بميسر الاعلام. ليش هذا روتينيا؟ كثير منيح. سؤالي بيطرح حاله، انت اليوم 17 يناير 2007، شو اللي اختلف فيك منذ بداياتك بال 24 اغسطس 2001 او 6 او مايو؟